ويقول حفظك الله: وما حكم التورق؟ ها؟ وما حكم التورق؟ تورق بالقاف، التورق. تورق هذا جائز عند الجمهور للحاجة، إذا لم يجد من يقرضه، إذا لم يجد من يقرضه قرضا حسنا لا ربا فيه، فإنه يلجأ إلى التورق، يشتري سلعة بثمن مؤجل يقبضها ثم يبيعها على غير الدائن، يبيعها على غيره وينتفع بثمنها ويدفع حاجته بثمنها، يجوز هذا للحاجة. نعم، عند جمهور أهل العلم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.